بقى نروح مع حضراتكم لموضوع تاني خالص. زي النهارده 19 يناير ولكن من العام 1963 كان يوم ميلاد نجم الاهلي في ثمانينات القرن الماضي كابتن علاء ميهوب، اللي طبعا بنقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. كابتن علاء ميهوب من مواليد مدينه الحوامديه جنوب محافظه الجيزه، واحد من ابرز لاعبي خط الوسط المهاجم في النادي الاهلي عبر تاريخه. حقق مع النادي الاهلي كتير جدا من البطولات، يمكن فاز ب 18 بطوله مختلفه ابرزها الفوز بخمسه بطولات افريقيه. طبعا كابتن علاء ميهوب من هداف في مباريات الاهلي والزمالك المشهورين جدا، وسجل هدف في مرمى المصري كان هو مفتاح الفوز بكاس مصر سنه 1984. هو من نجوم منتخب مصر في الثمانينات وضمن قائمه منتخب مصر في نهائيات كاس العالم 1990. هنشوف مع حضراتكم تقرير نتعرف من خلاله عن رسائل الجماهير للكابتن علاء ميهوب في عيد ميلاده، ثم فاصل ثم عوده ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. العتابي يجرب وشوط على طول وعلى ميهوب وجول، جول على ميهوب، جول على ميهوب، وبيبكي مش معقول على ميهوب، على ميهوب، هو جول، هو جول، جول الاول للنادي الاهلي. طبعا انا بقول له كل سنه وانت طيب، وانت علاء ما هو ما يعني ما جبت لي سيرته افتكرت الزمن الجميل فعلا، الولاء والانتماء. ربنا يديله الصحة ويخليه كده وفي دايما في سعادة وصحة وعافية زي ما أسعد جمهور النادي الأهلي فترة طويلة. الكابتن علاء من الفيجرز أو الأرقام المهمة في تاريخ النادي الأهلي كرويا يعني. ربنا يديله الصحة وكل سنة وهو طيب. والله الكابتن علاء من الشخصيات المحترمة جدا اللي لها تاريخ متميز مع النادي الأهلي سواء في الملاعب أو خارج الملاعب، وحافظ يعني عامل عملية ثبات مع نفسه. كابتن علاء ميهوب من اللاعبين اللي نقدر نقول عليهم محترفين، فكر الكوره، خد بطولات في افريقيا. طبعا الاول بنقول له كل سنه وهو طيب، وفي نفس الوقت ما نقدرش ننكر انه كان طفره كبيره جدا في النادي الاهلي. لعب جنب محمود الخطيب، لعب مع طاهر ابو زيد، كان مؤثر وكان له شكل مميز وشخصية معينة كده في الملعب بتعمل تأثير حلو، وخد بطولات طبعا. يعني علاء ميهوب غني عن التعريف. يعني طبعا بقول له كل سنة وهو طيب، لأن كابتن علاء ميهوب ده من الزمن الجميل، من الزمن اللي هو خد أول بطولة إفريقية للأهلي سنة 82، وما ننسلوش الجون الثاني اللي هو جابه في كوتوكو، كان جون جميل جدا. وما ننسلوش حاجات كتيره قوي، يعني مثلا النهائي بتاع الكاس الاهلي مع المصري، الجون اللي جابه في اخر ثانيه بعد ما خلاص احنا يعني المصري ضمن الكاس وكده، ودخل وهو ورقص كابتن عادل عبد المنعم وحط الكره في الجون. فعلاء ميهوب ده تاريخ، تاريخ كبير للنادي الاهلي، بطولات افريقيا وبطولات دوري وبطولات كاس، حاجه يعني. وكان في الناشئين وكان في المنتخب مصر للناشئين اللي وصل لكاس العالم مع طاهر ابو زيد ومع لعيبه كتير، محمد حشيش واسامه عباس، ناس كتيره جدا. طبعا كابتن علاء طبعا كابتن كبير وكلنا بنحبه، كل سنه وحضرته طيب وقبل مليون سنه يا رب ان شاء الله، ونشوفه متالق دايما على قناه النادي الاهلي. كل سنه وهو طيب. وكابتن علاء ميهوب يعني متربع في قلوب الاهلاويه، لانه محب يعني محبي الاهلي، ومش لا تربطه بالاهلي علاقه مصلحه او ما لا، هو فعلا من نموذج من الناس اللي بتحب بتلعب الاهلي وبنتمي الاهلي حبا في الاهلي، مش علاقته بالاهلي مصلحه وبس. طبعا الكابتن علاء رمز من رموز النادي الاهلي، وهو طبعا ادى النادي الاهلي كتير. وفي المناسبه دي كمناسبه عيد ميلاده احب اقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن، ويا ريت دايما نشوفك كده في وسطنا وفي وسط جماهير النادي الاهلي حبايبك، ودايما موفق ان شاء الله في حياتك، واتمنى ان شاء الله يبقى النادي الاهلي طبعا في تقدم وازدهار زي ما هو عودنا منه. كل سنه وهو طيب، ويا رب يكون في احسن صحه واحسن حال، ونسمع عنه كل خير هو وكل لعيب الاهلي، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، حمناش منهم يا رب. نقول له كل سنه وهو طيب ودايما كده في احسن لاحسن، وساب ذكريات حلوه للكوره وللعيبه وللنادي الاهلي، وان شاء الله كده بعيد ميلاد سعيد عليه.